مساء الجمال عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج الجريء والجميلة في كل مكان. النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه هي برضو بتتكلم عن الجمال. احنا معودناكم بقالنا 4 حلقات دلوقتي بنتكلم عن الجمال وعن الميك اب وعن البشره وازاي نداري العيوب وازاي ان احنا نعمل ميك اب صح، اذا كان عروسه ولا اذا كان سواريه ولا اذا كان خطوبه. النهارده اول فقره معانا الميك اب ارتست. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الاخبار؟ ازيك يا استاذه ريهام؟ استاذه ريهام عيد صح؟ الاخبار؟ تمام. قول لنا في البدايه كده، عايزين نعرف انت ازاي بداتي دخلت مجال الميك اب، دخلت المجال ده ازاي؟ هي الاول كانت هوايه وبعدين خدت فيها كورسات. يعني هي كانت هوايه، كنت بتعملي ايه؟ كنت بحب اعمل ميك اب لنفسي لاصحابي لناس كتير. زي كريمه بابا. زي كريمه. الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا كريمه، عامله ايه؟ تمام. كريمه، بما انك بقى واخده كورسات في الميك اب وعرفت كمان انك واخده كورسات في السكين كير، ازاي بقى بتعرفي توفقي ما بين الميك اب وما بين السكين كير؟ ده في يوم وده في يوم، او ده في وقت وده في وقت، بالذات لو عروسه طبعا. طيب ايه بقى انواع البشره وازاي اتعامل مع كل بشره؟ هي في بشره مختلطه، في بشره جافه وفي جافه. كل بشره ليها روتين معين خالص بيها، وليها طبعا طريقه الميك اب والفونديشن بتاعها يعني. كمان طيب انت كميك اب ارتست بتعرفي تفرقي بينهم ازاي؟ لا بعرف. دي بتبقى دي شطاره الميك اب ارتست. ايوه طبعا، ان هي تفرق بين ان هي ازاي تشتغل على بشره جافه. أيوة، او دهنيه. بص، البشره الدهنيه بتبقى كلها بتخرج زيوت، عندها مسام واسعه. المختلطه بتبقى في اماكن زي منطقه التيزون، ودي دايما بتخرج زيوت من الاماكن دي وفيها مسام واسعه بس في الاماكن. ايه اصعب بشره انت يعني بيبقى صعب عليك انك تعمل لها ميك اب او بتاخد وقت معاكي؟ لا الحمد لله جامدين قوي. صح. طب لو عندنا بشره دهنيه ازاي نتعامل معاها في ان يبقى الزيوت اللي فيها او الدهون اللي فيها تبقى قليله، ما تبقاش واضحه قوي؟ رطبيها كويس بالترطيب. جدا. طيب لو فيها حبوب؟ لو فيها حبوب، بصي الافضل ان هي تتعالج مع دكتور. بعد كده بتروح لخبيره بشره او خبيره تجميل، بتمشي معاها سيم بقى. انا اديت لها روتين هتمشي معايا، او الدكتور الجلديه هيعالجها كويس وانا هكمل بالتنظيف بماسكات بروتين هو او زي ما قلت كده هتاخده وتمشي عليه دايما. طبعا اي حد يعني اي بشره في الدنيا، اي ست بتبقى عندها الروتين الخاص بيها. اكيد طبعا. طيب احنا عايزين نعرف انت بدات ازاي على الموديل ده، ميك اب بعروسه؟ طيب بداتي ازاي بقى لحد يعني من البدايه خالص لحد ما انتهى بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ هي ما شاء الله عندها مساحه فوق عينيها، قدرت تدمج اكتر من لون لغايه ما طلع اللوك ده. بس اول حاجه بتحطيها ايه؟ خطوات عشان الناس اللي هي ما بتعرفش تعمل ميك اب تتعلم منها. خطوات الميك اب اصلا خطوات الميك اب اللي انت عملتيها على الموديل ده. اول حاجه الترطيب. اول حاجه لازم طبعا. تاني حاجه بحط الكوريكتور في الاماكن الغامقه، في انهالات او اي منطقه في الوش عشان يداير العيون الموجوده. بالظبط كده. بعد كده ببدا احط برايمر في بالذات في الاماكن اللي فيها مسام واسعه عشان يثبت كويس. بس ببدا اختار لها الفونديشن اللي هيليق عليها. وبعد الفونديشن ببدا بقى اثبت باللوز باودر، وابدا بمنطقه العين دي بقى سيان بقى. ممكن اخليها اخر حاجه، ممكن اخليها قبل ال انهي الافضل؟ لا حسب اللوك. حسب اللوك اللي انت عاملاه. طب ليه اخترت لها الرسمه دي اللي هي بتاعه الايلاينر من قدام في بوس ومن ورا؟ عشان هي عروسه. دايما لازم العروسه تبقى زي القطه. طب لو عينيها ضيقه؟ لو عينيها ضيقه يمشي عليها برضو نفس اللوك ده؟ لو عينيها ضيقه هيمشي عليها نفس اللوك دون، بس هتبقى مساحه الايلاينر فوق العين بسيطه أرفع كتير. هنا ما شاء الله المساحه واسعه فاديتك. كنت عايزه اسالك على لون الروج، اشمعنى اخترت لها اللون ده؟ هل اللون ده مثلا ترندي ولا يعني ترندي جدا ولا هو لايق على لون بشرتها؟ ولا هو عشان موضه مثلا دلوقتي؟ هو موضه وبعدين لايق كمان معاها علشان اللون الاي شادو فوق العين غامق، فقلت افتح الروج. جميل جدا جدا. طيب انت ساعات بيجي لك مثلا عروسه تقول لك اعملي لي انت اللوك اللي يعجبك، وفي ساعات تانية عروسه تيجي تقول لك لا انا عايزه حاجات معينه، انت بتفضلي ايه؟
لا حسب اللي هيليق على بشرتها هي اللي هيليق. يعني انت مثلا ممكن تقول لها لا سيبيني انا هشتغل بطريقتي، ولا لو هي هترضى لازم احترم ذوقها برضه. عشان هي عروسه فانت ما بتحبيش ان انت تزعليها. ايوه صح. بس في حاجات هي ممكن تعملها انت مش مقتنعه بيها، هي مثلا حاجات تقول لك على حاجات انت مش مقتنعه. هو ذوقها هي جايه عشان اعمل لها اللي هي عايزاه. ما ينفعش ان انا اجبرها على حاجه انا مش عايزاها. ممكن ابدا اقنعها، يعني ابدا معاها واحده واحده، اسمعها خالص، بعد كده هبدا معاها واحده واحده واقول لها شوفي. طيب عندك وصفات عايزينك تقولي وصفات كده للناس لترطيب البشره. طيب. وصفه انت بتستعمليها دايما يعني على بشرتك؟ انا بستعملها هو طبعا انا بستعمل الروتين بتاعي. كل واحده زي ما قلت لك كده، لكن في نوع مثلا ماسكات بتتعمل في البيت بتحافظ على نضاره البشره. زي ايه بقى؟ لو حاجات احنا بنعملها في البيت هتلاقيها اي واحده هتلاقيها طبعا عندها في البيت، زي حاجات طبيعيه. زبادي، زبادي، زيت زيتون. زيت زيتون ممكن تطحن الرز وتحط عليه معلقه نشا. تطحن الرز وتحط عليه معلقه نشا. وبعدين ومعلقه حنه بيضة، زيت شاي، حاجه كده. ده بيعمل ايه بقى؟ خلي البشره زي الازاز. بينور. خلي البشره زي الازاز. بص التعبير، خلي البشره زي الازاز. يعني تعبير جامد جدا صراحه. كنت عايزه اسالك على حاجه، ازاي اعالج الهالات اللي بتبقى تحت العين؟ بصي لو هي وراثه ملهاش علاج. تمام. لكن لو هي من الاجهاد، نامي كويس، اشربي ميه كتير، في كريمات تفتيح. بص احنا معانا صور. دي كانت خصوبه صح؟ دي فيها شبه من الموديل. لا خالص مش هي. كلمينا طيب عن اللوك ده شويه، استخدمتي فيه ايه؟ انا اي لوك يعني ده مثلا استخدمتي فيه ايه كايه بالظبط؟ يعني اشمعنى اخترتي الميك اب، اشمعنى اخترتي رسمه العين دي؟ ما انا قلت لك بختار كل رسمه، يعني دي مثلا الخط اللاينر بتاعها السحبه من قدام رفيع، عشان زي ما قلت لك كده اسحب ومن ورا مش في لاينر بسيط. عشان ما اخدش مساحه اضيق لها عينيها. انت خدتي كورسات ميك اب؟ كم كورس؟ 2. خدت كورس مع اسماء عادل، وكمان بتفرج على يوتيوبر اجانب كتير قوي بتفيد بشكل فظيع. فقدرت انك توصلي انك تعملي لنا لوك عروسه. لوك جامد جدا. ازاي بقى بنعالج مش الهالات، اللي هي السواد اللي حوالين الفم، بيبقى مثلا لون ابيض بس تلاقي حواليه بني. ده اساسا السواد ده بيجي من طريقه يعني تعامل الشخص مع اصلا وشه بطريقه غلط. ازاي؟ منديل بيكحك مثلا بالظبط كده. فاول حاجه بنصحه ان هو لو فضل يعمل كده مهما عالجها مفيش حاجه هتتعالج، هتفضل موجوده. ولو اتعالجت هترجع، يعني لو هو عالجها هترجع تاني. يعني مالهاش علاج خالص؟ ان هو اول حاجه يبطل يعني العادات السيئه مثلا في وشه كده، ما بيستخدمش مرطبات حاجات زي كده. ده قصدي دي اول حاجه ان هو يبطل العاده دي. تاني حاجه هيستعمل مرطبات، اماكن، كريمات تفتيح، سيان انا بقول عليها او الدكتور زي ما قلنا في الاول. مع الوقت بتنتهي تماما، بتختفي. طيب انت طبعا اكيد ليكي ناس كلاينت عندك، عملاء بيحبوا ان هم يتعاملوا معاك انت بس صح؟ انت تحبي توجه لهم تقول لهم ايه؟ تقول لها توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ قول لهم ميرسي. دقيقه جدا جدا بجد والله. يعني انت يعني عايزكم مثلا تنشروا الشغل بتاعي، تعملوا لي شير ومنشن للبوستات اللي انا بنزلها والميك اب. والله هم بيعملوا كده من غير ما اقول لهم بجد. يعني وحتى لو قلت ايوه والله الحمد لله بيحبوها جدا. الحمد لله. طب الناس اللي حابه تخش المجال بقى تحب تقول لهم ايه؟ اشتغلوا على نفسكم كتير. بمعنى ايه اشتغلوا على نفسكم كتير؟ خدوا كورسات، اتفرجوا وتدربوا ايديكم كتير طول الوقت، تدربوا ايديكم على كل اللوكات وما تخافوش من حاجه. ايه اللي انت بتحبي توجهيه رساله للناس عامه في سنه 2021؟ او ايه اللي انت كمان بتتمني، يعني انت ايه الرساله توجهها للناس وايه اللي انت بتتمنيه في السنه دي؟ بتمنى لا انا بتمنى حاجات كتير قوي. بتمنى اول حاجه ربنا يرفع البلاء ده. يا رب. اللهم يا رب يا ريت. طب بتقولي كلمه للموديل؟ لا ميرسي ليك. قلب بقى. طيب مش القلب دي قلبي اصلا. اللوك بتاعك جميل جدا والله بجد. احنا يعني بنشكرك جدا على وقتك معانا، وبجد استفدنا منك ومن الماسكات اللي انت قلتيها.
ويا رب نتمنى لك دايما التوفيق والنجاح ودايما في استمرار يا رب. ونشوفك يا رب كده اشهر واحسن ميك اب ارتست في مصر. شكرا بجد. شكرا ليك حبيبتي. وبكده كنا خلصنا اول فقره عندنا. ان شاء الله تابعونا بعد الفقره ديت، عندنا فقره ميك اب ارتست برضو بس بلوك تاني. شوفونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الميك اب ارتست هبه عامر. ازيك يا هبه، عامله ايه؟ اهلا بيكي. منورانا يا هبه والله. تسلمي يا رب. وطبعا منورانا الميك اب ارتست اللي دايما معانا نهاد. ازيك يا نهاد؟ الحمد لله. دخلتي مجال الميك اب ازاي يا هبه؟ في الاول خالص كان هوايه، يعني من وانا صغيره وانا بحب طبعا الميك اب زي اي بنوته صغيره بتبقى بتحب الميك اب بتاع مامتها وكده. شويه شويه بدات اعمل ميك اب لصاحبتي، ميك اب خطوبه، ميك اب مثلا قاعده في البيت. شوية شوية طورت نفسي، بقيت اخد كورسات، بقيت حبيت المهنة اكتر، اشتغلت في كذا بيوتي سنتر، اخدت خبرة، بس الحمد لله يعني ربنا. تعرف انك اصغر ميك اب ارتست جت معانا هنا في البرنامج؟ مش مشكلة حقيقي. من تجديد. كلميني يا هبة، اقولك بتفضلي ايه في الاي شادو، الشيمر ولا الجليتر؟ ماشي، هو عامة كل حاجة كل لوك وليه حاجاته يعني. في بنوتة تناسبها الجليتر وفي بنوته تناسبها الشيمر. يعني ممكن نستخدم في لوك كده، ممكن نستخدم لوك كده، فمفيش حاجه اسمها ان انا افضل حاجه معينه. افضل حاجه معينه افضل حاجه معينه افضل ملتزمه بيها، فهبقى مشتركه. طب اللوك اللي انت عامله ده يحتاج ايه؟ انا عامله هنا شيمري. طب ماشي، ممكن بقى نقوم نكمل. طيب اوكي، انت كده عملتي ايه بقى؟ يعني اشرحي لنا وانت بتتكلمي. انا رسمت الحواجب بس لسه طبعا مكان اللوز بوردر وكلام من ده لسه ما اتظبطتش، هتتظبط تاني. ومجانيكي وعملنا الشادو دمط دمجناه، وعملنا الشيمري ودمجناه، وبعد كده خط الوسط علشان خاطر نفس البين ده وده، عشان لما تيجي تفتح عينيها يبقى الفرق كده. الله الله، بصي بس تشرح في جامعه. جميل. اشمعنى اللي اخترتي الالوان دي؟ حسيت ان هي هتليق عليها اكتر، حسيت ان هي بشرتها عاوزه حاجه فاتحه اكتر. كنت جايه ناويه اعمل البنيات بصراحه، بس لما لقيت الموديل كده عجبني الصور ده. طب اتفضلي كملي. وشرحي لنا كده وانت بتكملي انت بتعملي ايه عشان الناس برضو تبقى فاهمه. ماشي اوكي، هو اول حاجه بس انا ما دمجتش ال ده ما دمجتش الفاونديشن كويس، ما عملتلوش بلاند لان اسفه لان ايه لان وقت الحلقه وكده فما قدرتش يعني. بصي بتقدر ازاي الحلقه وقتها. طب ممكن كده وانت بتعملي لنا اللوك كده تكلمينا تقولي لنا ايه الميك اب المفروض البنات ينزلوا بيه الصبح وهم رايحين الجامعه؟ بلاش جليتر وبلاش شيمر. امال حاجه دي اهم حاجه. طبعا اغلب البنات بتحط فاونديشن علشان خاطر البشره وكده، فانا عن نفسي ما بحبوش يعني، عن نفسي وانا نازله الجامعه ما بحبوش، بحس ان هو هيضر بشرتي جامد فما بردش احطه. فغالبا بيحطوا فاونديشن، بيحطوا تانيكي. انت كنت عايزه تتكلمي عن ال كنت قايله لنا قبل البرنامج انك عايزه تتكلمي عن العرايس، العرض. عرض العرايس. عرض العرايس ده للشرقيه فقط، عشان انا عشان انا مش شرقيه. طب ليه؟ طيب تزعلي بتوع القاهره واسكندريه والله يعرفوا يقولي حد جاي لك مثلا هيعرفوا يقولي اوكي. لو يعرفوا يقولي انا ما عنديش اي مانع. ايه هو العرض؟ طيب العرض بتاعي ان انا اي عروسه في شهر واحد، شهر واحد صح؟ احنا في شهر واحد؟ في شهر اثنين او شهر ثلاثة ليهم عرض خاص. اللي هي بالنسبة لايه؟ ان لو حجزت الميك اب باكج ميك اب الزفاف وفستان الزفاف، انا عندي اتيليه وفستان الزفاف اسم الاتيليه ايه؟ وحنة ايه؟ الاتيليه اسمه ايه؟ لا باسم هبة عامر. هبة عامر. فستان الزفاف وميك اب الزفاف وميك اب الحنة، بتاخد فستان الحنة هدية فوق الباكج. انا حاجز معاك العرض. ولو هتاخد لو هتحجز هي عندها مثلا فستان الحنه فتمام اوكي، انا بديها بدله العريس كمان هديه مكان مكان الفستان ده ولا ايه؟ مكان الفستان بس، دول عرايس شهر اثنين وشهر ثلاثه فقط. ايه الفكره بقى في اثنين وثلاثه؟ يعني عندك اوفر مثلا على بدله؟ لا واربعه كمان رمضان ما فيش عرايس. صح. اللي انت بقى بتحطيه؟ طيب انا ده لوز باودر عشان نثبت الفاونديشن وعشان ما يعملش خطوط. معلش انا حاطاه في ايدي بس عشان مش عارفه امسك العلبه. طب ايه دور الكونتور في الموضوع اللي انت بتعمليه ده بقى؟ ما احنا حاطين كونتور. حضرتك بيعمل ايه بقى الكونتور؟ بيصغر المناخير
بيعمل خدود. انت قصدك كان الموديل مناخيرها كبيره صح؟ لا لا ما انا لا هقول لك احنا ما عملناش مناخير في الكونتور في المناخير واسالها عشان هي مناخيرها فعلا مش مش عاوزه. هي ما شاء الله بجد يعني هي اصول. لا هي ما شاء الله. قولي لي ايه الالوان الروج اللي طالعه ترندي 2021؟ غالبا الالوان المترقعه شويه هي اللي طالعه حاجه كده فاقعه شويه. الاول كانت السنه اللي فاتت كانت الكشميرات والكشميرات الغامق والكلام ده. دلوقتي فواتح بنكات بقى واحمر وحاجات غريبه بس انا بحب الالوان دي. احنا معانا صور ليكي عرايس دول. ده لوك تقريبا ده لوك عادي كاجوال. ده لوك سيمبل سيمبل صح. ده كانت خطوبه والبنوته كانت طالبه ان هي يبقى لوك سيمبل خالص. ودي مين دي؟ دي اختك. واللوك ده ده لوك كريسماس. كنا عاملين اللوك ده اتعمل في 5 دقايق وتصور في ربع ساعه. كان الفوتوغرافر جه صوره وبعت لي الصور يعني الساعه 12. لا ما شاء الله بجد يعني حلو جدا. لحق ياخده لي بسرعه. انت لسه لك ايه بقى الروج؟ انا بس هحط لها كحل من جوه وهحط لها الروج والبلاشر. طيب وانا اظبط الحواجب. ده كله هياخد مثلا بتاع ساعة؟ مش هياخد. لا مش هياخد كتير ان شاء الله. لا على طول. عايزين بس نعرف الناس اللي انت بتعملي ميك اب. الناس بتتفرج عليكي فبتبقى حابة انك تقولي لهم كل حاجة انت بتحطيها دي. طيب تمام ايه؟ ماشي. احنا الحواجب دلوقتي اتبهدلت مكان اللوز باودر. اتبهدلت مكان اللوز باودر. فاحنا بنعمل ايه؟ بننضفها تاني. هنعيد عليها تاني. هنعيد عليها تاني علشان خاطر اللوك يبان. هتحط لها روج لونه ايه طيب؟ خليه مفاجأة. ايه مفاجأة. الروج ده بيتحط اخر حاجة صح؟ انت ايه رأيك هبة في ميك اب؟ لا ما شاء الله بجد يعني حد يقدر يتكلم؟ حبيبتي. ماشي يا ماشي. جايبة ناس لا انا مش جايبة هي مش جايبة حد هي مش جايبه حد يتكلم في حقها عشان هي ما شاء الله بجد يعني حبيبتي. مفيش موديل بالجمال ده اصلا مش هنلاقي حبيبتي. مفيش اعلاميه بالجمال ده صح؟ لا ما احنا بنتكلم في الميك اب يبقى نتكلم على الموديل صح ولا صح. ايه؟ صح جيت عدى. انا اتغريت قوي. بتشتغل ميك اب ارتست يا كريم. ماشي عادي. يلا هنعمل ايه تاني؟ هنحط الكحل وخلاص على كده. نحط الروج. نفسك تدي كورسات انت صح؟ حاسك كده حاسك عايزه تدي أنا؟ كورسات. اشمعنى؟ هي اللغه بتاعتك وانت بتتكلمي كانك انت مدرسه حد في جامعه دكتوره صيدلانيه. حلوه جدا. يا رب ابقى دكتوره في الجامعه. ايدي على كتفك. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انت بتتمني ايه في 2021؟ بتمنى ان انا احقق حاجه ما حققتهاش في شغلي. اللي هي ايه بقى؟ بتمنى اخد اسم اكتر من الاسم اللي انا اخدته. ان شاء الله. بتمنى ان انا افتح اتيليه كبير. ده اهم حاجه بالنسبه لي ان انا نفسي افتح اتليكس كبير 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 يعني يكون لي اسمه. ان شاء الله. الحمد لله انا اسعاري كويسه جدا يا جماعه. يا جماعه تعالوا لها يا جماعه عشان بجد هي اسعارها كويسه يعني. البنت تعمل ايه تاني اكتر من كده؟ عامله اوفر على في شهر 2 وشهر 3. طب يعني تعمل ايه تاني؟ ما فيش حد والله بيبقى بالسعر ده. انا هقول سعر حد بيتصدم. مين الفنانه اللي نفسك تعملي لها ميك اب؟ كلهم. انت طماعه قوي. غاده عبد الرازق. اوعى بقى مش هطول بس سير تاني. لا ليه ان شاء الله. احنا معانا دقيقتين يعني لازم ننجز بسرعه جدا. طيب اوكي ممكن نحط الروج بس عشان يظهر اللوك. انت كده يعتبر خلصتي صح؟ يعني مفيش حاجه ناقصه. يعني يعتبر. هنحط الروج. هتحطي بقى لون ايه؟ ابهرينا بقى. انا عايز الناس. ما احنا قلنا هي كده كده نورهان قسم بيلي على اي لون. احنا قلنا نحط حاجه مترقعه علشان خاطر اللي ماشي كله مترقع الايام دي. صح ولا ايه؟ تمام ماشي. معلش هحط البشر. يلا الروج بقى. اوكي شوف بقى تحط لنا ايه. اتعلمي يا كريمة عشان لما تدي كورس ميك اب تبقى عارفه. خلاص اتفق. ليه دايما الميك اب ارتست يقعدوا يعملوا على ايديهم كده؟ لازم ايدي تتبهدل. مش احسن ما بهدل حاجه تانية؟ بهدل وش العروسه ولا بهدل وش الموديل؟ بتشوف درجه اللون على ايديها. احسن ما بهدل وش الموديل ولا بهدل وش العروسه ولا العريس يجي يضربنا ولا حاجه. صح. طب ممكن تحطي الروج كده بقى. قولي لنا رساله توجهيها لاهلك في الشرقيه. ربنا يخليكوا ليا. انا من غيركم ما كنتش هعمل اي حاجه. بجد مامتي وخالاتي وجدي وستي انا مش هقدر اقول اكتر من كده بصراحه. ما حدش بيقف جنبي حد كده. ما حدش بيسند حد كده. ربنا يا رب يخليكوا ليا ويخلي جدي وستي ما يحرمنيش منهم ابدا يا رب. وخطيبي عشان ما يزعلش.
زعل الراجل مننا الراجل. لا مش هيزعل. تجيب له بدله هديه. يا رب ان شاء الله. طب يلا نحط الروش بسرعه عشان عايزين نختم. عايزين نختم الفقره دي. هتختمها بسرعه كده؟ انا ما كنتش عايزه امشي من عندكم. والله يعني اتفضلي اقعدي. عايزه اقعد معاكم. مين دايما بيدعمك؟ مامتي. اكتر حد بيدعمني بجد. اكتر حد باخد ما باخدش قرار غير لما بقولها. طب وخطيبك ما بيدعمكيش برضه؟ ما تظلمش. لا والله بيقف جنبي كتير كتير كتير، بس من حته الغيره فبيبعد عني حاجات كتير. يعني جايين البرنامج النهارده الحمد لله، يعني كويس ان احنا عرفنا نيجي. بس مامتي اكتر واحده بتقف جنبي. كده اللوك بدا يظهر. خلاص كده اللوك ظهر نفس اللون بتاع الاي شادو اللي فوق. افتح درجه صغيره. ما انا مش لاحقه اظبطه بس يعني. لا تمام زي الفل. هو ظاهر عامه. طبعا انتوا كده شايفين اللوك يا جماعه عامل ازاي على الموديل نورهان. ذكرت اسم كمان نورهان عشان ما تزعليش. موديل نورهان اهو. والميك اب ارتست الجميله هبه عامله لنا لوك. اللوك ده اسمه ايه بقى؟ لوك ايه؟ عروسه ولا سواريه ولا ايه؟ بص هو في عرايس بتطلب اللوكات الفاتحه كده، في عرسان بتيجي يعني. ده عروسه؟ ده عروسه وزفاف كمان. ماشي بنشكرك جدا يا هبه. تسلم لي ونورتينا النهارده. خليكي واقف، خليكي واقف عشان تبص للناس. نورتينا النهارده يا هبه. تسلم لي ربنا يخليك. وان شاء الله بقى يبقى اسمك ده مسمع في مصر كلها والوطن العربي. يا رب ان شاء الله. يا رب. انا اتبسطت جدا من القعده معاكم بصراحه. حبيبتي شرفتيني. بشكركم جدا وهنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا نجمه من نجوم الميك اب ارتست في مصر. ازيك يا استاذه شروق؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. شروق جوهر يا جماعه من احسن الميك اب ارتست بجد اللي موجودين في مصر، وهتوريكم دلوقتي لوك عالمي هي عاملاه. الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا شروق عامله ايه؟ الحمد لله. كلمينا بقى دخلتي مجال الميك اب ازاي؟ والله هو انا اصلا كنت بحب الميك اب، كنت بشوف فيديوهات كتير وبعمل لوكات كتير على نفسي. بعد كده فكرت ان انا بعد كده اخش واكمل في مجال الميك اب، اخدت مع كورس مع سلمى متولي. وكملت بقى في المجال. ده كورس مع سلمى متولي وبتقول ايوه يعني. حاجه يعني. جميله جدا ما شاء الله. كلمينا طيب عن اللوك ده. بدأتي إيه؟ ازاي وهتكملي ازاي؟ اللوك ده سواري. بداته الاول، اول حاجه خالص لازم ان انا هيئ البشره. احط البرايمر بحيث ان الفاونديشن والكونسيلر ما فيش اي حاجه خالص تكلكع. بعد كده حطيت الفاونديشن وبعد كده الكونتور عشان احدد وشها ملامح الوش بتاعها. وبعد كده بقى حطيت لوس باودر. وبعدين رسمت الحواجب. بس بعد كده بقى الهايلايتر ولسه بقى هكمل. طب يلا نكمل بقى. يلا ورينا بقى. ايه سبب؟ عايز انبهر. ايه سبب اختيار الوان الاي شادو دي؟ اشمعنى مثلا اللون ده طالع ترندي موضه؟ لا هو لون هادي من الالوان الهاديه. واللوك عشان سواري ففي دايما ناس بتبقى حابه الالوان الهاديه اكتر. فده من الالوان اللي هو جميل جدا ما شاء الله. لو متقمه مع الموديل. جدا. ازيك يا بسمله عامله ايه؟ بسمله يا جماعه يعني من الموديل اللي على طول دايما معانا وبتشرفنا في كل حلقه. حلو كده يا بسمله تمام؟ وانت بتعملي بقى خطوات الميك اب، كلمينا عن كل خطوه انت بتعمليها. انا بعد كده هبدا بقى هحط بلاشر هايلايتر. ده اسمه ايه اللي انت هتحطيه؟ ده هايلايتر؟ لا ده ايه؟ هكمل بلاشر. بلاشر. بعد كده بقى هحط هايلايتر. تمام. الهايلايتر ده بقى بيظهر جمال البشره، بيظهر ملامح الوش وبيظهر الميك اب. طب قولي لنا كده ماسكات انت بتحبي تحطيها دايما على بشرتك لما تصحي من الصبح، لما تصحي من النوم الصبح؟ لا هو لازم اول لما اصحى من النوم الصبح لازم بجهز البشره الاول. قبل اي حاجه خالص لازم بغسلها بغسول. ولازم اعرف الاول نوع بشرتي ايه، دهنيه مختلطه جافه، لان كل بشره ليها غسول معين. بعد ما بغسل بالغسول بجيب تونر على بنضف بيه البشره عشان اقفل المسام ويمنع البشره من زياده الافرازات الدهنيه في البشره.
بعد كده بحط اي كريم مرطب علشان يرطب بشرتي شويه. ومش بنصح باني انا افضل احط ميك اب كتير علشان ما اجهدش البشره. لازم يعني مثلا لو الصبح او في الشغل ما بحطش اللي هو الميك اب اللي هو التقيل قوي، ما بحطش فاونديشن فول كفر، ما ينفعش. بيبقى فيه اللي هو الفاونديشن البسيط اللي هو البيبي كريم، ده بيبقى احسن طبعا في الحاجات دي. برضو من ناحيه الاي شادو ما بتقلش، بحط الالوان النود اكتر، بتبقى ماشيه الصبحيه اكتر. هو الميك اب على التربون، يعني واحده مثلا لابسه تربون زي حضرتك ومثلا واحده لابسه حجاب كامل مثلا ملفوف زي كده، هل الميك اب بيختلف من الوش ده للوش ده؟ ملهاش علاقه بالتربون او بالطرحه، على حسب الوش نفسه. وانت بقى بتحددي بعد كده الوش، يعني الوش بيبان اكتر لما بتحدديه بقى بالكونتور بالهايلايتر بالحاجات دي، بتبين الوش بس هو مفيش فرق، ولكن مفيش فرق ما بين التربون ولا الحجاب، هو واحد. طيب طبعا انت عارفه ان مجال الموديل مجال كبير جدا، وفي بنات كتير جدا موديل موجودين دلوقتي على الساحه، فطبعا البنات دي بتهلك بشرتها من الميك اب الكتير اللي بيحطوه. ما عشان كده انا بنصح بان بتنصحيهم بايه بقى؟ تعمل الروتين اليومي. تعمل الروتين اليومي لبشرتها. ايه الخطوات زي ما أنا الصح قلت اللي تمشي عليها في الروتين ده؟ الخطوات الصح اللي تمشي في الروتين ان هي تغسل بشرتها بغسول، تحط كريم داي وكريم نايت، تستخدم التونر لان ده بيقفل المسام، بيقبض المسام. معنا صور ليك على الهواء. جميل جدا اللوك ده، جميل جدا فعلا. كنت مستعمله فيه الوان مطرقعه شويه احمر. جميل جدا، كلمينا عنه. طيب اللوك ده لوك سواري. برضو عملت نفس الخطوات اللي انا بشتغل بيها. جميل جدا جدا. هو مفيش غير الصوره معانا واحده ولا في صور ثانيه؟ في صور ثانيه. حلو جدا برضو اللوك ده لايق معاها علشان بشرتها سمراء، فانا حبيت اللوك ده اكتر عليها. انت كده بتحطي اخر مرحله في الميك اب الروج، صح؟ ده هو اول لوك شفناه، جميل جدا. ده قبل وبعد. حلو جدا. طب لو جات لك واحده مثلا وشها طويل شويه، الدقن بتاعتها نازله لتحت شويه، وهي مثلا عايزه تبرز الخدود، هل بينفع بالكونتور ولا بالكونتور بيبقى صعب؟ لا بالكونتور بيبقى عادي، بيظهر اي حاجه دايما الكونتور بيظهر الـ الـ الوش كويس. ايه الفرق بين الكونتور والبرونزر؟ الكونتور بيحدد ملامح البشره. البرونزر بيدي لمعه شويه او ضي شويه زي الهايلايتر. انت كده بتحط لها لون ايه؟ انا كده هحط لها كشمير. كشمير. انا ازاي اخلي تسريحه شعر العروسه مناسبه مع الميك اب؟ يعني ازاي ان انا احدد الميك اب اللي انا هعمله من خلال تسريحه الشعر دي؟ بقى بتبقى على حسب هي بتبقى حابه شعرها إيه؟ معمول ازاي كيرلي مثلا، يعني في الكيرلي بيختلف الميك اب غير مثلا الشعر اللي هو القصير، الليس غير الويفي غير كل اصل الشعر بيختلف لها ميك اب معين، صح؟ طب ايه الفرق بين الميك اب السواريه والميك اب الفرح؟ الميك اب السواريه بيبقى هادي شويه، انما ميك اب الفرح لا، بتزود فيه الكونتور الكريمي، الكونتور الباودر، الهايلايتر علشان بيظهر، بتحط الفاونديشن فول كفر علشان الحركه الكتير والكلام ده كله. الميك اب السواريه بيبقى هادي، الاي شادو هادي. ده ميك اب سواريه، صح؟ ده كده سواريه. تمام. ايه لفات الطرح اللي طالعه جديده للعرايس 2021؟ هي لفات الطرح، يعني مثلا اللي تحت الطرحه بيبقى في طرحه الفستان، كان في كده فتره الاسبانيش على ورا، وبعد كده بدات البنات اللي هي تلف الحجاب عادي. ايه بقى اللي طالع موضه السنه دي؟ تقريبا التربون، لان هي حاطه تربون وهي اكيد بتفهم في الذوق، فاكيد هي حاطه ده. التربون هو بجد هو الموضه اللي طالعه، هو جامد جدا، اكتر حاجه لايقه.
لو بنات مثلا رايحه مشوار الصبح بالذات في فتره الصيف، الميك اب بتاعهم ما بيقدروش يحافظوا عليه طول اليوم، يستعملوا ايه علشان يثبتوا الميك اب؟ الفيكس سبراي بيثبت الميك اب. كده انت اللوك بتاعك ظهر واللون رقيق جدا وجميل جدا. لا هو ميك اب يعني هو ميك اب سوري بس راقي وبجد جميل قوي. طب انت تحبي تقولي ايه للناس دلوقتي اللي بتتفرج عليكي؟ وانت بتحطي اللوك عشان ده اخر حاجه هتقوليها، تحبي تقولي لهم ايه؟ بحب اقول لهم يعني تقولي للناس اللي بتدعمك والناس اللي بتتفرج عليكي. لكل الناس اللي بتدعمني وبتتفرج عليا، اولا مبسوطه جدا ان انا طلعت النهارده في البرنامج معاكم. حطي اخر حاجه عشان نظهر اللوك. وقولي براحتك ونتكلم. اوكي اقول انا مكانك. احنا بنشكركم جدا ويا رب دايما عايزكم تدعموني اكتر وانا هستنوا مني الجديد وبشكر ماما عشان وبشكر ماما اللي بتدعمني وبتيجي معايا. قولي لهم كلمه عشان عايز اختم. بصي للكاميرا بتاعتك وقولي لهم كلمه. الكاميرا بتاعتك يا لهم كده. بشكر ماما وبابا لان هم اللي ساعدوني ووقفوا جنبي لحد ما وصلت للي انا فيه دلوقتي. وبشكر كل المشاهدين وبشكركم حبيبتي. ربنا يوفقك يا رب. ووصلنا لختام ثالث فقره معانا، ان شاء الله تابعونا. الفقره الرابعه تبقى فقره مهمه جدا برضو، بتتكلم عن الميك اب بس لوك مختلف. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل واخر فقره مع خبيره التجميل والميك اب ارتست موني رافت. ازيك يا موني؟ تمام. منورانا والله. نورك والله. ازيك يا موني عامله ايه؟ تمام. منورانا. نورك. ايه العظمه اللي انت عاملاها لنا دي؟ ايه رايك؟ حلو جدا بجد. كلمينا عن اللوك ده كده. لا عايزين نعرف الاول قبل ما تقولي لنا عن اللوك، انت بداتي ازاي؟ دخلتي ازاي مجال الميك اب؟ انا اولا بحب الرسم، انا عندي موهبه الرسم. تاني حاجه ابتديت اخد كورسات واشتغل على نفسي وامارس كتير، يعني كنت بجيب موديل في الاول كتير جدا اشتغل عليها وادرب نفسي واشغل ايديا. ما ينفعش كان يعدي عليا اسبوع اقعد من غير ما اشتغل، لا لازم اشتغل. وبتابع على طول اخبار الموضه والجديد دايما في الالوان والكلام ده. فطبعا في المجال ده بالذات كل يوم في جديد طبعا بالظبط، فلازم تتابع. ايه طموحك في المجال ده؟ نفسك توصلي لايه او تحققي ايه؟ نفسي ابقى اشهر ميك اب ارتست في العالم طبعا. في العالم ان شاء الله. مش في مصر، في العالم. مش في مصر، في العالم. يا رب ان شاء الله. لا بجد انت تستحقي ان انت عاملين لوك حلو. اشرحي لنا بقى اللوك ده. ده لوك كاجوال مبدئيا، ده بنت تروح بيه جامعه. تروح بيه جامعه بالظبط، وينفع كخروجه بالليل مثلا لو عندها خروجه بالليل ينفع. الالوان انا مختاره درجات البنيات والخوخي والكلام ده لان هي اصلا طلع ترند السنه دي. البنوته ملامحها صغننه شويه فهي بتحتاج حاجه تبرز معاها العين شويه، فانا استخدمت جوه العين كحل نود او ابيض، دي الحاجات اللي هتبرز معاها الملامح اكتر عشان يوسع. ايه رايك في البنوته الاول؟ لا زي القمر. انا كنا يعني حسن الاختيار في اختيار الموديل اللي انت تعملها لها اللوك. بالظبط، لان هي اللي بتعرض اصلا الشغل اللي انت عامله، يعني لازم تكون اصلا بتعرف تتصور، بتعرف تعرض اللي انت عامله. انت كمان مش ميك اب ارتست بس الميك اب العادي، انت كمان بتعملي ميك اب فانتازيا، صح كده؟ بالظبط. طيب ايه بقى الفرق ما بين الميك اب العادي والميك اب الفانتازيا والميك اب الاس اف اكس؟ الميك اب الفانتازيا بيبقى ميك اب مثلا بتعمليه زي شفتي وشوش الرعب. انا بحب اشتغل في المسرحيات، بعمل الوشوش بتاعه الرعب. بقلب مثلا لوكات على الشاشه جامده جدا قبل وبعد، كلها قبل وبعد. جميله خالص. ده كان عروسه، كان لوك عروسه برايدل فعلا. هي كانت مختاره حبه درجات الروج الاحمر، فانا حبيت برضو ان اللوك يبقى فيه زي يعني انجذاب اكتر، فحبيت ازود فوق العين لمعه اكتر، فهتطلع الجليتر اللي هو على فضي شويه. طب كملي لنا بقى، كنت بتتكلمي على الالوان اللي هي طالعه في 2021 موضه وعن الفانتازيا. الالوان اللي كانت طالعه ترند الالوان الخوخي، الالوان اللي على بيتش شويه، البنيات، الموكا بدرجاتها، كل الالوان دي طالعه ترند بالذات في الشتاء اصلا اللي احنا فيه دلوقتي. طب والفانتازيا بقى؟ الفانتازيا لوك عامه انت
بترسم بيه قدامك زي لوحه. انت مثلا في دماغك زي وش الراب مثلا، انا بحب اللوشاش دي، ببقى فيه وش او حاجه انا متخيلاها فبطلعها على اللي قدامي، فبالتالي بتتجسد معاك على المسرح بالحاجه اللي انت راسمها. يعني انت بتعتمدي مثلا على حاجه انت بتعملي زيها، ولا عن خيال، ولا عن فكره معينه بتجيلك؟ هي اصلا خيال، كله خيال. ايه اغرب مثلا لوك عملتيه؟ كان اغرب لوك اكتر حاجه استغربوها الناس كان وش الغزاله بامبي اللي هي في الكرتون، يعني الناس استغربوه جدا ساعتها، طب ليش معنى انت مختاره الحاجه دي بالذات؟ يعني انا كنت مختاره لان انا كنت حابه ان هو يعني يبقى حاجه جديده محدش عملها قبل كده كتير هنا عامه. فكان الناس ساعتها مستغربها في الوقت ده، لان انا كنت ساعتها عاملاه من حوالي سنتين او حاجه. لو جات لك عروسه تنصحيها بايه قبل ما تجيلك؟ الروتين اللي تمشي عليه علشان تبقى محافظه على بشرتها وبشرتها فيها نضاره. اول حاجه لازم ترطب بشرتها كويس جدا، لازم تعمل تنظيف للبشره حتى لو هتعمله في البيت. لازم حتى المرطبات اللي بتستعملها حتى المرطبات اللي بتستعملها لنفسها تبقى مرطبات ماشيه مع نوع بشرتها. المده دي بقى بتقعد قد ايه؟ يعني مثلا بتنصحيها اعملي كده قبلها بشهر، باسبوع، بيومين؟ قبليها بشهر على الاقل. بشهر تفضل ترطب في بشرتها. طب الميك اب اللي هو الاس اف اكس ده ميك اب ايه؟ ده ميك اب جروح تقريبا، اللي هو بتاع الجروح بتاع السينما اللي هو فيه زي شويه خيال وشويه 3 دي شويه، اللي انت مثلا لو هو فيه جرح انت بتعمق فيه اكتر، اللي هو اللي يشوفه هو حاجه واقعيه. طيب انت توجهي ايه بقى رساله للناس اللي هم دلوقتي بيتفرجوا عليكي والناس اللي هم على طول بيتعاملوا معاكي في الميك اب؟ اوجه لهم رساله ايه يعني؟ مثلا كطموح تقصد، ولا كرساله ليهم هم كعنايه بالبشره؟ لا، رساله ليهم هم كعنايه بالبشره. عناية بالبشرة، تهتم ببشرتها، تبتدي مثلا بصي لكاميرتك بقى وكلميني، كلمي الناس. تهتم ببشرتها، تبتدي تعمل الروتين المناسب مع كل بشرة على حسب نوع بشرتها سواء كانت دهنية أو جافة. تبتدي تمشي على الروتين ده مرتين على الأقل في الأسبوع، هتبص تلاقي كل الكلام ده بيفرق معاها كتير جدا يعني. أنت مش عاملة أوفر للناس؟ يا لازم تعملي اوفر بقى بالنسبه ان جيتي عندنا البرنامج، تعملي لهم عرض. يعني مشاهدين برنامج جاليه والجميله لازم يكون ليكي اوفر ليهم يعني؟ لا اكيد هيبقى في اوفر هنزله الفتره الجايه، 30% خصم لاي حد يعمل ميك اب عن جنوني راح. وانا 100% اكيد طبعا ما فيهاش كلام. تطمحي ايه في 2021 غير انك انت تبقى احسن ميك اب ارتست في العالم؟ اطمح ايه؟ ان انا اطور نفسي اكتر في مجال الفانتازيا لان انا بحب الشغل فيه اكتر. ده اكبر طموحي فيه ان شاء الله باذن الله. بنشكرك جدا يا امنيه، بنتمنى لك التوفيق. شكرا لحضرتك. هي رقيقه وجميله، نورتينا وشرفتينا وكانت فكرتك جميله جدا ومميزه جدا. يلا اختمي انت بقى يا كريم. بنشكركم جدا، واستنونا كل ثلاث الساعه 7 مساء الجريئه والجميله، تابعونا.